الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي تمثل ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لدارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر لأوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالاتها وعملها، خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ثمن جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة. وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستعدادات العام الدراسي الجديد. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التقدير لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومسؤوليها لتوفير مختلف الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية العديدة التي تشهدها الساحة الدولية. وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للوكالة المنعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد شكري على موقف مصر الداعم لأي حل من شأنه الحفاظ على البرامج الحالية للوكالة وتطوير نشاطها. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية والمعنية بالأزمة في أوكرانيا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية روسيا، وذلك في إطار بذل مساعي الوساطة العربية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا. وتناول شكري خلال الاجتماع التحديات الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا والتي تمتد أثرها إلى دول المنطقة فيما يخص الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأعباء الاقتصادية. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك، وذلك في إطار حرص مصر الدائم على دعم واستقرار لبنان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء شهد نقاشا حول التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، حيث أكد شكري على أهمية إتمام الاستحقاقات الدستورية بما يحقق الاستقرار في لبنان ويعبر بالبلاد التحديات التي تواجهها. وأضافت الخارجية في بيان أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب عن تطلعه لاستمرار دعم مصر لبلاده على الصعيدين الإقليمي والدولي. أعلن وزير المالية الروسي أن مشروع الميزانية الجديدة يهدف إلى الحصول على المزيد من الأموال من منتجي النفط والغاز مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمعالجة عجز ميزانيتها. وقالت الحكومة الروسية أنها وافقت على مشروع قانون خاص بميزانية عام 2023 وكذلك للفترة بين عامي 2024 وحتى 2025 دون ذكر أي تفاصيل. هذا وسيعرض المشروع أو مشروع القانون على البرلمان لمناقشته قبل أن يوقع عليه الرئيس ليصبح نافذا. لقي 7 أشخاص مصرعهم في السلفادور في انهيارات أرضية نتجت عن أمطار غزيرة هطلت على البلد الواقع في أمريكا الوسطى، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات. وقالت الحماية المدنية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار أرضي في قرية صغيرة تبعد نحو 16 كيلومتر جنوب غرب العاصمة سان سلفادور، مضيفة أن شخصين آخرين لقيا مصرعهما في انهيار أرضي مماثل في قرية أخرى تقع على بعد 21 كيلومتر جنوب العاصمة.
أعلنت السلطات اليابانية أن زلزالاً بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الجانب الجنوبي من مقاطعة إيباراكي وهز مباني العاصمة طوكيو. هذا ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن إصابات أو أضرار. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.